مرحبا بكم في برنامج التصنيف العالمي، العرض الذي يحضر لكم أرقى رحلات السفر ذات الخمس نجوم حول العالم. هذه المرة نحن على جزيرة العطلات الجميلة إيبيزا، إحدى أربع جزر باليرك التي تمتد جنوب الأراضي الأسبانية. إيبيزا جزيرة المواطن العالمي، إنها جزيرة التناقضات. شعبيتها وجاذبيتها نمت في عام 1990 عندما أصبحت محل الإقامة الصيفي غير الرسمي لأثرياء أوروبا، كانوا يأتون إلى هنا للشواطئ الرملية البيضاء والحياة الليلية الصاخبة، حيث كان من الممكن الرقص طوال الليل على لحن الدي جي الشهير في العالم والاسترخاء أو التعافي بيوم أو يومين في أسلوب لا يصدق. لكن بعيدا عن الروك وأسلوب حياة الصوت العالي والمتعة في كل المنتجعات، تقع مجموعة من القرى الصغيرة البيضاء المندفعة إلى جوانب التلال وبساتين الزيتون والمواقع الثقافية وموانئ الصيد وأميال من الريف الممتد للاستكشاف. ومع أكثر من 50 شاطئا من الرمال البيضاء الخيالية المحاطة بالمياه الصافية البلورية وحوالي 300 يوم من أشعة الشمس في السنة، هذه الجزيرة تحطم جميع الصناديق لزيارة ذات تصنيف عالمي. نبدأ رحلتنا في أجوس دي إيبيزا الفاخر، فندق خمس نجوم في ميناء سانتا أولاليا، حيث يقدم لنا مالك ألبرتو توريس أحد الطرق المعروفة قليلا في إيبيزا. يقع الفندق فيما نسميه إيبيزا الأخرى. إيبيزا الأخرى هي في الجزء الشمالي للجزيرة. نحن في الواقع في هذه المدينة التقليدية على الجزيرة، ندعوها الجانب الآخر من إيبيزا لأنها لا تحتوي على شيء للقيام به مع ما يقوم به الناس عندما يأتون إلى هنا. تم تصميم البناء والصالة حول فلسفة فينغ شو. كما تشاهدون نحن نضع لوحات الألباستر هذه، ودائما تستعمل المواد الطبيعية جدا. بالنسبة لنا هذا مهم حقا للفندق لتلمس وتشعر بالأشياء الطبيعية. تم تصميم هذا الفندق ليعكس البيئة الطبيعية للجزيرة خلفه، من الديكور الصافي والتصميم المعماري اللاذع إلى وفرة الضوء الطبيعي يطفو على الغرف وبالطبع الترحيب الحار. لذا ما نوع محل الإقامة الذي ينتظر مسافر التصنيف العالمي؟ المجلس الرئاسي طور بصورة أساسية جنبا إلى جنب مع المصمم الداخلي، لكنه أيضا أراد إعادة إبداع وإلهام القرى الداخلية للجزيرة. كما تشاهدون المواد من الخشب، اللون أكثر حرارة بطريقة ما. يوجد 114 غرفة جميلة لتختار من بينها. يرحب بمعرفة أن الكثير من التفكير ذهب في التصميم والألوان والتخطيط لكل هذه المجالس الفريدة من نوعها. حوض حمام مع منظر غير عادي في هذا الفندق، لذا استرخوا وانظروا إلى الأماكن المحيطة. بمجالس الزوايا في الفندق، ما حاولنا القيام به هو أن نستعمل المواد الطبيعية، لذا لدينا الحجر الأبيض الطبيعي على الأرضيات، حجر أبيض على الجدران أيضا، لكن بتخطيط ألوان الأزرق أعدنا إبداع أجزاء من الجزيرة. الشيئان اللذان نقدرهما على الأغلب الألوان التي هي بالنسبة لنا إرث الجزيرة. حمام آخر ومنظر رائع آخر، لكن هذه المرة الحوض على البلكونة وجاهز للفقاعات العائمة. استجمام مثالي. نضع الصدف في سقف جميع الغرف، وفي الواقع الصدف في فلسفة فينغ شو أيقونة تمتص كل الطاقة السيئة من المكان.
وإن وضعتموها إما في السقف أو أسفل السرير، في الواقع ستمتص الطاقة السيئة من الغرفة. لذا عندما تعودون في الليل بالأنظمة المنزلية، نعمل على إضاءة الصدف، لذا فإنه يمتص كل الطاقة بينما أنتم نائمون. وعند مغادرتكم عبر الباب نستعمل تقنية الأنظمة المنزلية، فإن الستائر تغلق تلقائيا ويبقى نظام التبريد على درجة حرارة معتدلة. عندما تعودون ستجدون درجة حرارة مريحة، لكنها نوع من حفظ الطاقة. كل البلكونة المصنوعة من الكريستال مؤلفة من ألواح شمسية، حتى إننا نولد الطاقة للفندق في توفير يصل إلى 35% من الطاقة، فأي مبنى عادي يكون مثل هذا. بالنسبة لنا، هواء إيبيزا هو تفسير المخارج الهادئة على الجزيرة، نضعها على أعلى طابق في المبنى. أنتم في الطابق الخامس وتتمتعون بصورة أساسية بالموسيقى الهادئة مع البركة. يمكنكم الحصول على قسط من السباحة بينما تشارف الشمس على المغيب. الإغراء من خلال المخارج الهادئة بالقرب من البركة وقت زيادة سرعة العزل والانطلاق نحو الداخل وبعيدا عن المسار المرهق. تجربة الفور باي فور بالسيارة على سبيل المثال هي رحلة عبر إيبيزا، فيمكنكم مشاهدة أجزاء الجزيرة التي لا تتوقعونها وربما لن تجدوها في أي مكان آخر. نحن أيضا نذهب إلى أعلى المنحدر وإلى يمين الحافة إلى الحد الآمن. نرى أيضا الناس وأشياء كثيرة ومنحدرات يمكن مشاهدتها فقط من الساحل. هذا بالتأكيد ليس لضعاف القلوب. تجربة الفور باي فور هذه قدمت من قبل نجم الحوادث العالمي الذي يمكنه ترتيب أنشطة رياضية على كل الجزيرة، وبتغير المشهد من ممرات الغابة الصنوبرية إلى حواف المنحدر العمودية، فإن أصحاب أدرينالين الخوف في الدم والباحثين عن الخوف لن يحصلوا على أفضل من هذا. كل ذلك في المقدرة والأيدي الأمينة لجونثر الذي أكد أننا أعددناها في قطعة واحدة لتصوير باقي المعرض. بعد كل الإثارة تلك، توجهنا إلى الدخول لبعض الأماكن المستحقة. عبر الجزيرة يوجد العديد من القرى الصغيرة، لكن لا توجد بينها واحدة هادئة، كما هو حال سانتا جيراراديوس التي تقع عند قلب إيبيزا الجغرافي. إنها مكان حيث يأتي المحليون والزوار لزيارته أو لتمضية الوقت بالجلوس في المقهى ومشاهدة العالم يمر، بينما نتمتع بصحن التابس وإبريق سانجريا. أي وقت في اليوم هو مثالي لزيارة القرية بمحلات الصناعة اليدوية ومعارض الفنون التي تقدم مزيجا رائعا من الملابس والإكسسوارات.